بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحوراني من الأردن ونستكمل دروس Orange Data Mining مع الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات. اليوم مع درس ممتع جدا، نتعامل لأول مرة في التول هاي مع الإيميجز، مع الصور. فاليوم راح نشوف عدة ويدجتس، عدة كومبوننتس أو سميها تولز. راح نتعامل مع الفيو والكلاسترينج ونشوف كيف نتعامل مع الإيميج ونشوف كيف نشوف الإيميج وعدة شغلات. حتى نتعامل مع الايمجز انا عشان اسهل الامور عليكم، يعني انه راح ننزل من كاجل الكات اند بانداز داتا سيت. هيا فهي الباث تبع الداتا سيت هاي، لما تروحوا على الباث هاي وتكون انتم عاملين لوج ان للكاجل بتطلع معكم هاي البيج، تعمل هاي طبعا الداتا سيت، تعمل داونلود من هون، بس تعمل داونلود من الصفحة هاي، بنزل عندك على المكان اللي انت عملت له داونلود ونعمل له انزيبينج ونشوف بس كيف راح نتعامل معها. طبعا لما تنزل انت، انا سميتها كات دوجز، سميت الكي الميم فولدر سميته كات دوجز. هاي الكات دوجز فجواته في انيمالز وايمجز، جوا الانيمالز في كمان مرة انيمالز وايمجز، هذا اللي انا بهمني. اوكي، فعندي انيمالز، اللي جوا الانيمالز في عندي كاتس دوجز وبانداز، في عندنا القطط والكلاب والبانداز. اذا نرجع ورا، في عندنا بجوا الايمجز في عندنا 3 ايمجز عشان نعمل لهم بريدكشن. البريدكشن راح يكون الدرس القادم، بس اليوم بدنا نشوف احنا كيف نتعامل مع هاي الايمجز. فانا بهمني هذا الفولدر، هذا الفولدر اللي هو اسمه انيمالز، اللي هو جوا الانيمالز اللي بيحتوي على الكاتس والدوجز والبانداز. تمام، فخلينا هنا. فصار عندي انا تو فولدرز انيمالز، وفي عندنا الايمجز عشان اعمل بريدكشن للدرس القادم، فاحنا بس بهمنا الانيمالز. تمام، نيجي الان خلينا ناخذ خطوه خطوه. اول شيء قبل عشان تتعاملوا مع الايمجز بدكم تتاكدوا من الادز اون، من الادز اون انه انتم بالايمج اناليتكس عاملين لها تشيك ومنزلينها، عاملين اوكي، بتعملها داونلود اللي مش منزلها. طبعا نزلوا كل شيء، انا بقترح تنزلوا كل شيء مره واحده، اعملوا سيلكت لايفريثينج واعملوا اوكي، وبس تخلصوا بتعملوا كلوز للتول، بتعملها ري اوبننج، بتظهر عندك الايمجز، بظهر عندك الايمجز اللي هم هاي هاي اللي هم نشوف وين هاي الايمجز، ايمجز اناليتكس. فيها الايمج امبورت، فيها الايمج فيور، ايمج امبيدنج، ايمج جريد، وايمج سيف. تمام، خلينا ناخذ مسه واحده واحده ونتعرف كيف نتعامل مع الايمجز. الان ناخذ الايمج امبورت ايمجز، لان انا بدي اعمل امبورت للايمجز، فبجيبها هون بعمل دراج دروب. تمام، لان لسه فاضيه، فلما دبل كليك عليها بقول لي شو بدك تحط فيها هون، فباجي من هون من الانيمالز، لاحظوا كيف بعمل دراج الانيمالز اللي جواتها كات ودوجز وبانداز، ديروا بالكم مش الانيمالز الاساسيه، فجوا هاي بجيبها بعملها دراج وبعملها امبورت هون. لاحظ جبتها هون، هي قال لي انه في عندك 3000 ايمج و3 كاتيجوريز. ال3 كاتيجوريز ايش هم؟ اللي هم الكات والدوج والباندا، ولكل فولدر فيه 1000 ايمج، 1000 ايمج. فهيك انا عملت امبورت للايمجز. تمام، الان بعد الامبورت يا ترى، بس عملت امبورت للايمجز هون، لو انا بدي اشوف الداتا سيت بدي اقول له الداتا تيبل، شو بظهر عندي؟ بظهر عندي فقط اللي هو الكاتيجوري تبعت الايمج، الايمج نيم، وين موجوده، السايز تبعها، والويدث والهايت. تمام، فهي المعلومات الاساسيه اللي بشوفها على ملفات الحيوانات. تمام، فالان انا بدي اشوف هاي الايمجز، ففي شيء اسمه ايمج فيور، ايمج فيور. تمام، هاي بعمل ابلودنج لها، قاعد باخذ شويه وقت، فبعمل دبل كليك بيظهروا عندي كل الايمجز اللي عندي. طبعا بيظهروا 3 كاتيجوريز، الكاتس والدوجز والبانداز زي ما انتم شايفين. تمام، طيب عملت ايمج فيور. طيب يا ترى انا بقدر اتعامل مع البيانات كايمجز، كايمجز او ك بس هاي الاتريبيوتس؟ الجواب لا، بدنا نحولها لفيكتور. كيف بنحولها؟ بنحولها لنمبرز. بنروح نعمل هون نيو 1 بنسميه الايمج امبيدنج. ايمج امبيدنج اللي هو اهم شيء بالايمجز. الايمج امبيدنج زي ما انتم شايفين هون، هي عمال بعمل لها بروسيسنج. الايمج امبيدنج مهمه جدا، بتاخذ شويه وقت، بتحول لك كل صوره الى ارقام.
راح تطلع لنا حوالي 1000 كولوم في ارقام، هاي بتبين لنا التشابه بين الايمجز سيميلاريتيز، تمام؟ فاهم شيء حتى اتعامل مع الايمج احول الايمجز لمين؟ للايمج امبيدنج، الى الايمج امبيدنج. طبعا هسه راح اشوف بس افتح الايمج امبيدنج شو فيها معلومات وكيف بدي اتعامل معها، لانه الموضوع حقيقه سهل جدا وفن، فن بمعنى فن، لانه سهل حياتي، ما بعمل كودينج ولا بعمل اي شيء. وهي تقريبا 91% 93%، هي صار تقريبا عندي 100% عمل ايمج امبيدنج. اذا بعمل دبل كليك هون بقول لي في الايمجز عباره عن ايمج، وهنا الامبيدر انا خليته يكون لوكال، سكويز نت بسميها، سكويز نت لوكال، حتى يعمل بروسيسنج الايمج لوكال. اذا انتم بدكم تستعملوا الانترنت ممكن تختاروا الفي جي اس 16، الفي جي 19، بينترز، والاذر اوبن فيس انسبكشن 3 فيرجن 3، ممكن تتعاملوا مع هاي بس بتكونوا انتم كونكتد على النت حتى يعملوا كل امبيدنج. فانا اخترت انا اللوكال هاي فبخليها لوكال، ما بختار الا اللوكال. طيب لو بدي اشوف انا يا ترى الداتا، هاي داتا تيبل، لاحظ داتا تيبل شو بظهر عندي؟ افتحها، بظهر عندي المعلومات الاساسيه سايز والويث والهايت، زائد بظهر عندي 1000 كولوم. لاحظوا كيف كل كولوم فيه بيانات على كل صوره وسيميلاريتيز، وحولها لفيكتورز بالطريقه هاي، فصار عندي بيانات الان ضخمه على هاي الايمجز 3000 ايمجز اللي عندي. طيب الان لسه انا ما بدي اشوف، هسه بدي انا اشوف الكلاسترنج للايمجز، بدي اخليه يعمل كلاسترنج. فبوجد شيء اسمه ديستانسز، هاي بعمل لها بروسيسنج. لاحظوا كيف بعمل دبل كليك، انا ممكن اختار افضل شيء الكوساين للايمجز، بجوز تكون هاي انسب شيء، الكوساين ديستانس ماتريكس اللي هي الكوساين، خلصها. وزي ما بتعرفوا انه بعد الديستانسز ممكن اشوف ايش هسه اهم شيء، الهايراركال كلاسترنج، تمام؟ فبعمل دبل كليك فعمل فعلا تقسيم كلاسترنج لكل الصور اللي عندي، لكل الحيوانات اللي عندي بالطريقه هاي. طب كيف اشوفها مثلا؟ كيف اشوف هاي الاشياء؟ لان ممكن اقول له هنا image viewer. فلاحظوا انا did not select اي شيء يت، فبعمل هنا select، ممكن اشوف هذو هاي الكاتيجوريز، ماشي الحال. فباجي هنا هاي الايمجز اللي اختارهم، ممكن اختار اشياء ثانيين، مثلا ممكن اختار هاي، لاحظ هيو صار يجيب لي بالايمجز، ممكن اختار سلسلة اكبر. ففعلا هو عمل لي كاتيجوريز، هاي البانداز مثلا اذا بنزل تحت، هاي مثلا عندي هنا الباندز، الكاتس، وعمل هاي كل الكاتس بالطريقة هاي. فعمل كاتيجورايزيشن عن طريق الكلاسترينج، فهيك قدرت اني اعمل فيو للايمجز. طبعا انا ممكن في اشي حلو، ممكن اني هذول الصور اللي اخترتهم خليهم مختارين، ممكن اني اسوي كمان image grid حتى اشوف similarities وكيف هو راح يوزعهم. طبعا الايمج جريد باخذ شويه وقت حتى يحلل كل البيانات، فبخليه ياخذ وقت. In the meantime عرفنا انه في عندي images، الامبورت بعمل امبورتنج للايمجز عن طريق دراج دروب للفولدر على عندي هون الباث. بعدين عملت الايمج امبيدنج، شو بتعمل لي الايمج امبيدنج؟ تحول لي صور الى ارقام. هون عم قدرت اشوف الديستانسز، وهون الهايرايكل، هاي الايمج خلص هنا ايمج جريد، بختار شيء معين بدي مثلا هذول الايمجز، بعمل دبل كليك على الايمج جريد. هلا بفتح معي، بعمل بروسيسنج، خليه ياخذ وقت حتى يعمل كل النيدد بروسيسنج عشان بس اورجيك كل ايمج جريد. طبعا انا الصور عندي 3000 صوره كثيره، ممكن انتم تستخدموا داتا سيت خاصه فيكم يكون فيها صور اقل، بس اهم شيء نعرف هاي الستبس. فهاي الايمجز جريد، لاحظوا كيف الايمجز، طبعا حتى نشوف شيء مور سمبل بختار شيء داتا اقل، باجي هون ممكن مثلا اختار هاي لحالها، هاي شاف لي عمل لي كاتيجورايزيشن بعد هاي الصوره عن هاي الصوره. اذا بختار شيء اكثر شويه، لو اختار مثلا هذولا اشوف شو بيطلع معي، لاحظ حط هاي هون بعيد عن هاي وبعيد عن هاي، بس اذا في سيميلاريتيز بصير بيقربهم اكثر، زي مثلا هذا المثال
نشوف مثلا هاي جاب هاي هون، جاب هذول اقرب لهذ بعضهم، لاحظ انه هون في شجر وهي الشجر اقرب. خلينا نشوف كمان مور ايش يكون بجوز افضل. اخترت هذول، لاحظوا قرب هاي لهاي، قرب هذول لهذول. فهو بيعمل زي كاتيجورايزيشن للايمج جريد، الايمج جريد بيجيب الصور اللي اشبه، فلو اختار شيء اكثر شويه هذول كلهم. شوف شو بيعمل، شاف جاب هذول عند بعض تقريبا، جاب هذول عند بعض، لاحظوا كيف هاي قريب لهاي بصراحه، شايفين كيف؟ فهو بيعمل الايمج جريد، بيعمل الايمج اللي قريبه من بعض بقربهم من بعض عشان تشوفوا انتم طبيعه هاي الصور. فالدرس هذا شو استفدنا منه؟ استفدنا ان عملنا ايمج وعملنا دراج دروب لهون للفولدر تبع الانيمالز اللي فيه كاتس ودوجز وبانداز. بعدين ويفيود الايمجز، هاي كل الايمجز اللي عندي. بعدين عملنا ايمج امبيدنج حتى احول الصور لارقام. بعدين عملت الديستانسز، بعدين عملت الهيرايكال كلاسترنج، وعملت الايمج فيور بالطريقه هاي. فهون انا اليوم تعلمنا الايمج امبورت، ايمج فيور، ايمج امبيدنج، وايمج جريد. عرفنا كل هاي الكومبوننتس. والدرس القادم ان شاء الله السؤال المطروح، يا ترى لو بدي اعمل تريننج وبدي اعمل بريدكشن بقدر؟ طبعا بتقدر. فهذا راح يكون في الدرس القادم حتى نشوف كيف نعمل تريننج للداتا اللي هي الايمج امبيدنج، ونعمل له كمان بريدكشن. فهيك درس ممتع يعني جدا، لان تعلمنا كيف نتعامل مع الصور. والقاكم في الدرس القادم عن الايمج تريننج وايمج بريدكشن، تنبؤ بالصور، ونشوف كيف نعمل الحكي هذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.